يا اهلا يا اهلا، رمضان كريم بهبه مجدي ومحمد محسن. الله اكرم. الله اكرم. في الساعات الاولى من نهار جديد هنعمل مغامره النهارده، مستعدين ليها ولا لا؟ مستعدين جدا طبعا ومتشوقين. بحاول استعد. انت عمرك ما عملتي سكاي دايفنج قبل كده خالص؟ ابدا ابدا، ولا يجي في بالي اصلا ان انا اعملها. طب اكتر مغامره عملتيها وحاسه انك فعلا داخله على تجربه جديده جدا كانت ايه؟ لا، هو التمثيل في حد ذاته تجربه مختلفه ومغامره، ان انا بخش في شخصيه مش بتاعتي وكل دور مختلف عن طبيعتي وعن يعني الشخصيه بتاعتي. ده بالنسبه لي بتبقى مغامره بخش فيها وبستمتع بيها جدا. طيب محسن، انت ليه مش مغامر في التمثيل؟ عايزينك تشوفك تعمل دور وتغامر فيه وتمثل. لا، انا غامرت في التمثيل قبل كده وغامرت في المسرح وكل حاجه، بس انا بحب اغامر في الغنى اكتر. هبه مجدي، انت دايما بتقولي ان مثلك الاعلى شريهان. طبعا. هتغامري وتعملي فوازير او فيلم استعراضي؟ عندك في المقدره دي؟ طبعا، نفسي اكيد. فدي بالنسبه لها هتبقى احلى مغامره. سلام يعني. طيب احنا كده خلصنا اسئلتنا، بس عشان تاخدوا التاشيره بتاعه المغامر لازم نتاكد ونعرف ثباتكم الانفعالي بنسبه كام في المية. فهنروح للفي ار تيست وبعد كده نحدد النسبه اللي هتاخدوا بيها تاشيره المغامره. النتيجه. جاهزين للفي ار تيست؟ انا جاهز. هو الفي ار تيست ده بقى هو ممكن يخوفني اكتر من نقطه الطيب. هنشوف النتيجه هتبقى ايه. يلا بينا على الفي ار تيست. يلا بينا. انت شايف ايه؟ انا شايف حاجات جميله جدا والله. انا طاير يا جماعه. انت طاير من تحت كده. حاسس جوه دايره. اسرع. حاسس بس لا تقع. يا نهار ابيض. يلا بينا. هيكسب ولا انت فين؟ هتقع ولا كده؟ استني انا ماسك نفسي بس عشان ايه؟ ده عامل زي الانسان الالي. هتكسب ولا ايه؟ وقعت وقعه وحشه. انا مش بتاعت العاب. اديني تحت اكتر هنا. كده يعني. جوه الدايره؟ بتعدي من الدايره بقى دي. دوائر كبيره للتشيك بوينت. كمان شوفها. انا كده وقعت. وانت شايف حاجه محمد؟ بشجعك. جوه الدايره. شفت؟ وقعت صح؟ مستعدين للنتيجه؟ مستعدين. محمد محسن خد معانا 95%، يعني مغامر مش سهل خالص. برافو برافو برافو. اما انتي هبه مجدي اثبتت انك مغامر يجي منه بنسبه 70%، وهتاخدوا تاشيره المغامر وتطلعوا الطياره. بس قبل ما تطلعوا الطياره عايزينكم تسجلوا فويس نوت دلوقتي، تقولوا فيها حاجه مش هنسمعها الا بعد ما تنزلوا ان شاء الله في الاقصر. ماشي. اخبارك ايه؟ نجوم السماء.